أعرض البحر الأحمر تعكس خذلان الحكومة الشرعية وصمت مجلس القيادة الرئاسي. بكلمات لاذعة أشعل الحسن طاهر محافظ الحديدة مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات بعد حديثه الغاضب الذي وجهه إلى مجلس القيادة الرئاسي مخاطباً رشاد العليمي: سئمنا وقوفنا على الأبواب ونحن في دكان مع مدراء العموم، لا نمتلك مجمعاً حكومياً في الخوخة ولا نتلقى غير الوعود من رئيس الحكومة. الخطاب ألقاه محافظ الحديدة بمناسبة ذكرى ثورة سبتمبر المجيدة، لكن سياق المعاناة والخذلان الذي أصاب المحافظة بمواطنيها ومحافظها بلغ أقصاه. لن أطول عليكم في الكلام. فخامة أخ الرئيس حفظك الله، الأخ الرئيس حفظك الله، نحن سنحتفل ولو كنا بدون كهرباء، وسنحتفل ولو عندهم مياه، وسنحتفل ولو عندهم طرقات، وسنحتفل ولو نحن بدون أي مشروع أقامته الدولة منذ أن دخلنا هذا المكان، سوى مشاريع بسيطة أقمناها نحن بإمكانياتنا المحدودة ومشاريع أقامها الأخ العميد طارق محمد عبد الله صالح. المواطنون باتت أرواحهم في الحديدة على المحك، وما بين مجاعة وأمراض وانقطاع رواتب وارتفاع الأسعار، تنظر الحكومة للحديدة بحسب مراقبين كنقطة خلاف بينها وبين ميليشيا الحوثي دون تحسين للأوضاع، على الرغم من تحرير بعض المناطق. رئيس الحكومة أكثر من مرة وأنا أصل إليك بأوراقي من أجل المجمع الحكومي، من أجل المستشفى العام في الخوخة، من أجل تطوير مستشفى الحيس، لا نجد إلا الأعذار، لا نجد إلا الوعود. تبا لها من حكومة وتبا لها من منصب أعتليه الآن. لقد سئمت وأنا على أبوابكم، سئمت وأنا أتردد على الأبواب، لست شحاتا، أنا ابن ناس. الحسن طاهر أكد أن على السعودية، وهي التي تحرك أغلب قرارات المجلس الرئاسي، أن تحرف بوصلتها نحو المناطق المحررة في تهامة للعمل التنموي والخدمي، كاشفاً أن وزراء في حكومة معين عبد الملك يعاملون المحافظ والمحافظة كمنطقة نزوح لا أكثر ويعدونها غير محررة. الأطفال في الحديدة يتعلمون تحت الأشجار بعد تدمير مدارسهم، والخيام دمرت بسبب سوء الأحوال الجوية والقصف فضلاً عن انتشار الألغام الحوثية. التهميش والإقصاء والعيش بلا مرتبات أو خدمات كانت أبرز ما جاء في خطاب محافظ الحديدة وتركزت حول أوضاع المواطنين، وسط اتهامات لحكومة معين عبد الملك بالفساد وحرمانها للمواطنين في المحافظات المحررة من الخدمات وتبذير الأموال في مشاريع وهمية يستفيد منها مسؤولين وتجار وفق تقارير محلية.